بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. جرى. لقد أدعنا يوسف وهو لم يأتي إلى هنا. ماذا جرى؟ عمتي فائقة. يوسف. يوسف. لقد دعا يوسف. ليس هنا. الويل لي. الويل لي. الويل لي. البئر. هل سقط يوسف في البئر؟ صوت سقوطه في البئر؟ لا، لم نسمع شيئا. أرجوك أن تتماسكي سيدتي، سنعثر عليه. أين عصاه؟ يكون قد ذهب. ماذا حصل؟ ما الذي أصاب يوسف الصغير؟ ماذا حصل له؟ تكلم. اهدئي كي نعرف ما الذي جرى. ماذا حصل؟ كنت داخل
داخل البيت أنجز بعض الأعمال، وكان الأولاد مجتمعين في الدهر يلعبون. فجأة سمعتهم جميعا ينادون على يوسف، فلما سألتهم عن الذي جرى قالوا إن يوسف قد ضاع. هل فتشتم كل الأمكنة؟ كل الأمكنة. هكذا تحفظين الأمانة؟ هكذا ترعين يوسف وتحافظين عليه؟ ماذا كنت تفعلين؟ الويل لي حتى نعلم حقيقة ما جرى. هل فتشتم عليه في الأماكن المظلمة من البيت؟ أجل، فتشنا هناك. يوسف طفل بكي وسيختار الاختباء في مكان يصعب العثور عليه، مثلا في صندوق أو في تنور. يا إلهي، يوسف تعال إلى هنا يا ولدي. السلام يا أبي. وعليك السلام حبيبي، ماذا تفعل هنا؟ يا نور عيني، كنت تقتل عمتك خوفا عليك. لقد أقلقتنا عليك، ماذا كنت تفعل داخل التنور؟ لقد كنا نلعب وأنا اختبأت هنا لكي لا يعثر علي سائر إخوتي. فائقة، ما كان يجدر بك أن تغفلي عن يوسف؟ ماذا كنت ستصنعين لو أن يوسف اختنق هنا؟ لقد عاهدت أختي رحيل على أن أحفظ ابنها يوسف وأحافظ عليه، لذا لن أدعه يغيب عني بعد اليوم. ولكنني لا أقدر على العيش من دون يوسف. لا يكفاك توبيخا لي، العجوز الوحيدة التي تعيش آخر أيام حياتها ترجوك أن تتراجعي عما قلته. لن أتراجع عما قلته أبدا. أعدك أنني سأكون أكثر حرصاً على سلامة يوسف بدءاً من اليوم. أتعلمين يا فائقة، أنا لم أعد أحتمل بعد يوسف عني، أفضل أن يبقى هنا على مقربة مني. أنا لا أسألك غير أن تمنحني فرصة جديدة، فرصة واحدة فقط. فائقة، أنت تعرفين جيداً أن يوسف ليس طفلاً عادياً، وأنا لا أستطيع أن أتساهل فيما يتعلق به. إذا لا تقطع الصلة المستجدة بيني وبين يوسف دفعة واحدة. اسمح لي أن أبقيه عندي بضعة أيام أخر حتى أحرر نفسي شيئا فشيئا من تعلق به. أنا لن أتراجع عن موقفي. لا يا، بضعة أيام لا غير، هل سمعتي؟ بضعة أيام. بضعة أيام فقط. أعدكما بأنني سأعيده إليكما بنفسي. فلنذهب حبيبي. أنا أشكرك ليا. أشكرك كثيراً يا أخي. بأمان الله. لن أنسى حسن صنيعكما معي.
عمتي، أما زلت مستيقظة؟ أخلد إلى النوم عزيزي، ينتابني بعض الأرق. صباح الخير يوسف حبيبي. أنت لم تنامي طوال الليل، أفقت عدة مرات من نومي ووجدتك مستيقظة. فكرة أن تغادر أنت بيتي قد سلبت النوم من عيني وقد حرمتني هدوء البال. لكنني لا أريد أن أتركك وأغادر بيتك يا عمة، فأنا أحبك كثيرا ولا أريد أن أعود إلى بيت أبي. هل حقا تحب عمتك فائقة؟ أشم فيك رائحة أمي رحيل العزيزة، وأحب خالتي لايا أيضا، لكنها متى أغدقت علي من حنانها استاء أولادها وانزعجوا. حبيبي، هل حقا أنك تود البقاء عند عمتك؟ لقد خطرت على بالي فكرة لكي أبقيك عندي، ولكن عليك أن تساعدني. انهض وتهيأ لكي نذهب إلى أبي. السلام أبي. مرحبا عمتي. السلام. مرحبا بكم جميعا. لقد جئت لكي أعيد إليكم الأمانة التي اؤتمنت عليها محفوظة مصونة. مرحبا عمتي فائقة. وعليك السلام عزيزتي. سيبقى عندك بضعة أيام أخرى. يوسف، مرحبا بقدومك. إنه لمن الواجب الإسراع في إرجاع الأمانة، خير البر عاجله. إن كنت مستئينة فسأرجعه إلى بيتي. لا لا لا، أنا أشكرك على إرجاعه اليوم، وأقدر ما كابته من مشقة في رعايته طوال الفترة الماضية. يوسف تعال لنلعب. فلنذهب. ماذا سنلعب؟ بأمان الله يا أخي. بأمان الله يا فائقة. في حفظ الله يا عمتي. ما الفرق بين يوسف وبين سائر إخوته؟ لما هذه الجلبة لأجله؟ وكأنك لا تعرفين، يعقوب وأخته فائقة يفضلان يوسف على سائر أولادنا. أسكت. بسمة، بسمة. نعم سيدتي. لقد ضاع حزام أبي إسحاق النبي، هل رأيته؟ لا. تعالي معي، علينا أن نطلع أهل المدينة ووجهاءها على ما جرى. هيا بنا. دينا بهدوء. حسنا. شمعون يهوذا أسرعا. ماذا جرى يا أختي؟ بسمة، ما الذي حصل؟
لقد ضاع حزام نبي الله إسحاق. فتشتم عليه في كل مكان؟ نعم فتشنا. كان الحزام بقية أبينا إسحاق. أنا مستاءة للغاية، لطالما شددته على وسط يوسف. تابع البحث ستعثرون عليه. لقد فتشنا كل مكان وسألنا الجميع، لكننا لم نعثر على أثر له. متى افتقدتموه؟ وما أدران، منذ أن عدت بيوسف إلى هنا افتقدت الحزام ولم أعثر عليه. هل رأى أحدكم الحزام الذي كان مع يوسف؟ لعل يوسف خبأه في مكان ما من بيت فائقة قبل أن يرجع. هل يعقل أن يكون يوسف قد تعلق بذلك الحزام فقرر أن يخبئه ويحتفظه؟ تقصدين أن يوسف سرق الحزام؟ لعله توهم أنني وهبته الحزام فقرر أن يحتفظ به لنفسه. لكنني لست واهما يا فائقة. سوف أفتش كل الأمكنة وسأستجوب الجميع لأجل العثور على حزام أبي، ولن أستكين أبدا حتى أعثر عليه. وحده يوسف كان يشد الحزام، نحن لا نعرف شيئا عنه. لا بأس، لذا سأشرع في استجواب يوسف حتى لا يكون هناك عذر لأحد. هل لا سمحت لي؟ لا أدري أي سوء تمرين يا فائقة، لكن ما يحصل أمامي يؤذيني ويؤلمني. سوء؟ لا أضمر أي سوء، إنما أنا ابنة أضاعت حزام أبيها وقد عزمت على العثور عليه. أفي هذا سوء؟ لا بأس، كفي عن إثارة الجلبة، فتشي من شئت، فتشي. لقد عثرت على الحزام. هل رأيتم؟ لم أكن أكذب، هذا هو الحزام. يوسف، أي جريمة هذه التي اقترفت؟ يوسف لم يقترف جريمة، إنه سرق ليس إلا. يا أهل يا كنعان، رأيتم بأعينكم أنني عثرت على سارق ما هو لي. لا بأس لا بأس، لقد عثرت على الحزام، خذيه وانصرفي. ليس بهذه البساطة يا أخي، كأني بك قد نسيت شريعة وأعراف أهل كنعان. جميع هؤلاء الناس يعرفون أنه في شريعة آل كنعان يحق للمسلوب الذي يمسك بسارق ماله أن يسترق اللص 4 أعوام. يا للروعة، سيتحول يوسف إلى العبودية إذا. أنا أعرف الناس بشريعة القوم، لكنك لا تنوين أن تسترق يوسف. لن أتوانى عن ذلك ولو لطرفة عين. هل تراك تريد أن تتغافل عن شريعة أهل كنعان القديمة؟ كفي عن الترهات، أنا لا أؤمن بهذه الشريعة التافهة ولن أسمح لك بأن تسترقي ابن أختي. ألستم من نسل الأنبياء؟ عليكم أن تكونوا أحرص الخلق على شريعة كنعان، وإلا تجرأ الناس على عصيان الشريعة. لكن يوسف ما زال صغيرا، فكيف يعقل أن يصير عبدا؟ لا فرق بين كبير وصغير، هذه السنة تجري على الجميع، ويتوجب علينا أن نذعن لها. أنا أعلم أن ثمة حيلة في الأمر، لكنني لن أقدر على كشفها، وإن كنت ترفضين الصفحة عن يوسف سأضطر للنزول عند طلبي. لقد عثرت على اللص الذي سرق ما هو لي ولن أصفح عنه، فليسامحني الله ورسوله على ذلك وليغفر لي هذا العمل. فلنذهب يا يوسف، أنت بدءا من اليوم صرت عبدا لي مدة 4 أعوام بتمام. هذه نتيجة كيل كل ذلك المديح، الطفل الذي يدلل كثيرا لن يكون أفضل مما رأينا الآن. أحيانا يتصرف الأولاد بشقاوة، هذه لا تعد سرقة. كيف سمحت لها بأختك؟ إن أختك فائقة عاجزة عن رعاية يوسف. ظاهر الأمر أن يوسف قد سرق، وأنا لم أقدر أن أثبت خلاف ذلك. لا عليك يا ليلى، فهو ليس في مكان سيء.
يا نور عين عمتك، أنت سيدي وأنا خادمة لك، أنت وارث أخي وسيد هذه العشيرة، وأنت وارث هذا الحزام الذي لا يليق بأحد غيرك. هل أصبح هذا الحزام ملكا لي؟ السلام عليكم. وعليك السلام يا ولدي. هل تراك عفوت عني يا نبي الله؟ أتأذن لي بالدخول إلى بيتك؟ لو لم تفعلي ما فعلتي لما عفوت عنك. لقد عملت على طريقة أهل العشق، فقبضت بكلتا يديك على المحبوب. العفو والحلم زينة أنبياء الله، أسأله تعالى أن أكون جديرة بعفوه. أنا لا أرى مذنبا هنا لكي أصفح عنه. ماذا جاء بكما إلى بيتي؟ لقد أصر يوسف على المجيء، فهو رأى الليلة حلما ويستعجل أن يرويه لك. لا ريب عندي أن حلمه مفعم بالخير والبركة، فهو لا يمسه نسغ من الشيطان ولا يرى أضغاث أحلام. حسنا، ماذا رأيت في منامك يا عزيزي؟ لقد رأيت في نومي أنني وإخوتي نلعب في الصحراء، وفجأة هبت ريح عاتية. لا أظن أن له تفسيرا محددا. علي أن أعمل عقلي قليلا في تفسير هذه الرؤيا. عسى أن أفطن إلى أمر ما. أنتم ألا يتوجب عليكم أن تخرجوا القطيع؟ هيا اذهبوا إذن. لا أعرف ما كان تفسير هذه الرؤيا حتى امتنع يعقوب عن التكلم بها على مسامع الحاضرين. هذا واضح يا ساذجة، تفسيرها أن يوسف يسود ويفضل على سائر إخوته. لعل الأولاد أيضا فهموا هذا التفسير، فقد رأيت الانزعاج في وجوههم.
يتوجب علي نزيل الأثر السيء الذي علق في نفوسهم. حبذا لو لم يروا يوسف رؤياه أمامهم. حضري شيئا من الخبز والتمر لكي أحمله إليهم بعد قليل. تعال بني تعال. كنت أتأمل أشياء فيك وتأكد لي أنني كنت محقا. أبشرك أنه سيكون لك في قابل الأيام مقام رفيع ومنزلة عليا يغبطك عليها الآخرون، وستكون سيدا على سائر إخوتك. لقد سأل أبي إسحاق الله تعالى أن يجعل من ذريتي أنبياء كثيرين، ولطالما أحببت أن أعرف من الذي سيرث النبوة من بعدي. أتمنى يا بني أن تكون أنت نبي هذه الأمة، فليحفظك الله من جميع الشرور وليصونك من كل الأفات. لعلك المولود الذي انتظرناه طويلا. أبي، ما معنى الرسالة؟ احضري ردائي وهات الطعام. بني، إن الأنبياء رسل الله إلى خلقه، وتناط بهم مهمة هداية الناس إلى الله وإلى سواء السبيل وإلى الكمال. لا تقص رؤياك على أحد، ولا سيما على إخوتك. لماذا أبي؟ لأن إخوتك إذا علموا بما أعلم فستستعر نار الحسد والغيرة في صدورهم، وسوف يناصبونك العداء مع عيد. كلامك يرعبني يا يعقوب. أعتقد أنه يجدر بي أن أبالغ في رعاية يوسف وحراسته. سأعود أدراجي إلى البيت ومع يوسف إذا سمحت لي بذلك. خذي، كوني حريصة عليه أشد الحرص. بأمان الله. أستودعك الله. بأمان الله بني، اعتني بنفسك. لا تتركيه بمفرده. سأجلبه لتراه ليلا بعد عودتك. أتعلمين لم أخرج منذ مدة إلى الصحراء. سأرجع مساء مع الأولاد. أولادنا يتوهمون أنك لم تعد تكترث لهم كالسابق. لا عليك، سأبذل قصارى جهدي لأزيل هذا الوهم. يعقوب لم يعد يبالي بسائر أولاده بعدما ولدت له راحيل بنيامين ويوسف. بأمان الله. بأمان الله. نحن دائما نجلب طعامنا معنا يا والدي، فلماذا تكبدت عناء المجيء وأحضار الطعام؟ تقصد أنه لا يحق لي أن أشتاق لرؤية أولادي الأعزاء؟ ألا يحق لي أن أتفقدهم في بعض الأيام؟ لا شيء يفرح قلوبنا مثل مجيئك إلينا في الصحراء. كنا مثل المفجوعين قبل أن تحضر بيننا. لم يكن أحد منا يطيق الضحك. لماذا؟ هل وقع مكروه ما؟ أتعلم يا والدي؟ يراودنا شعور بأنك لم تعد تبالي بنا كسابق عهدك. إقبالك على يوسف وأخيه يحول دون أن تلتفت إلينا. لكنني لم أرسل يوسف ليقيم عند العمة فائقة إلا لأجلكم أنتم. ألم تلاحظوا أنني فعلت ذلك بعدما تبين لي أن أمكم تصرف اهتمامها إلي؟ لم يتغير شيء، فها هي أمنا تلازم بنيامين، وعمتنا تلبس يوسف أجمل الثياب وتهيئ له الألعاب. أوافقكم الرأي، ولكن عليكم أن تكونوا منصفين. يتوجب علينا أن نتصرف بشكل لا يشعر يوسف وبنيامين بألم اليتم.
أبي، نحن مستؤون للغاية من الرؤية التي رآها يوسف. أولسنا رجال العشيرة الأشداء؟ أولسنا من يتحمل وزر المهام الجسيمة والأعمال الشاقة؟ فكيف يعقل أن يصير يوسف خليفتك من بعدك؟ لكن الرؤية التي رآها يوسف تحتمل تفسيرا آخر. ألم تسمع يوسف وهو يقول إن العصا التي في يده اخضرت وألقت بظلالها على عصيكم؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن يوسف يحب جميع إخوته، أو أنه سيكون عطوفا ورؤوفا بالجميع، يحبهم ويحفظهم ويتودد إليهم. يبدو لي فعلا أن الرؤية تحتمل تفسيرا آخر غير التفسير الذي فسرته أنا وإخوتي. عذرا، أنا لم أفهم جيدا. أيعني هذا أن يوسف لن يكون خليفتك؟ خليفتي من بعدي يعينه الله، وسوف يكون أتقاكم. خير لكم أن تكفوا عن التذمر والشكوى، فيوسف وبنيامين أخواكم وليسا من أعدائكم. أنا أحبكم جميعا، وأسألكم فردا فردا أن يحب بعضكم بعضا كي يحبكم الله تعالى. لا تنسوا أنكم رجال عائلتي، أنتم وجهاؤها، أنتم أملي، أنتم سندي. اليوم أشعر أنه يسعني أن أكون قرير العين في الاعتماد عليكم. أنتم شجعان وجسورون، وما دمتم من حولي فلا هم ولا حزن بمقدوره أن ينفذ إلى قلب أبيكم. نعتذر منك يا أبي إن تسببنا بإيذائك، سامحنا. روبين، شمعون، نفتالي، هيا بنا، ثمة ذئب يهاجم القطيع. قتلناه بأيدينا. هاجم القطيع فانهلنا عليه جميعنا وقتلناه. ألم تخشوا ألا تقدروا عليه فيؤذيكم؟ ترين أننا نحن الذين أذيناه. أجارنا الله مما تخبئه لنا الأيام على أيديكم أيها الفتية. لا ريب في أنك أنت أيضا أعنتهم على قتله. لأكون صادقا، لم يمهلوني لكي أساعدهم، سرعان ما انقضوا عليه وقتلوه بلمح البصر. لقد كنا نحضر طعام غدائنا فإذا بالأغنام تشفل وتركض فجأة في غير اتجاه. نظرنا فرأينا ذئبا كبيرا يهاجم القطيع. صحيح، هاجمناه وقتلناه. أوليس هذا عملا متهورا؟ كيف أمكنكم أن تفعلوا ذلك؟ الأمر في غاية البداهة، هاجم الذئب قطيع أغنامنا فهجمناه بدورنا، ثم نال عليه كل واحد منا بكل ما تيسر له. ضربته بعصا غليظة على رأسه، ثم عجله روبين بحجر فأغمي عليه فورا. حاول أن يهاجمنا، ولو أننا خفنا لما تردد في تمزيقنا. يا ليتني كنت معكم أيضا. أبي، هل تسمح لي بالخروج إلى الصحراء مع إخوتي يوما ما؟ لا يا عزيز قلبي، ما زلت صغيرا على ذلك، ستخرج معهم حين تكبر. روبين، يهوذا، تعالا إلى هنا، هيا بسرعة. هيا هيا، انهضوا. هل أذهب معهم؟ اذهبوا اذهبوا وارموا لكلاب كنعان جيفة تتسلى بها، هيا. حين ذهب أبونا أخذ علينا أننا نفسر الرؤيا التي رآها يوسف على أنها تعني سيادته على إخوته، وقال لنا أن رؤياه قد تعني حبه الشديد لجميع أبنائه. قد تعني أنه يحبكم جميعا؟ بلى أمي، أصدقك القول إن يوسف يحبنا جميعا. الرؤيا أكثر من مجرد تعبير عن الحب،
إنها تنبئ عن الآتي من الأيام، تنبئ عن رفعة يوسف وسيادته عليكم. ظن أبوكم أنكم حفنة من السذج. لا تصدقوا، فقد أراد يعقوب أن يسكتكم، بل ها كانت تقول إن هذه الرؤيا إذا صدقت فهي تعني علو المقام ليوسف وسيادته عليكم جميعا. كنا نلعب مع يوسف دائما ونمضي معه أوقاتا طيبة. إنه أب، وهو يخشى أن تشب نيران الحقد بين بنيه، يريد أن يروضكم لكي تحبوا يوسف مثله. سيدتي ليست بخير، أرجوك أن تأتي معي يا نبي الله. أرجو أن تكون بخير. السلام عليكم. عمتي فائقة ليست بخير. فائقة، فائقة ما بك يا أختي؟ دنا أجلي وأنا أوان الرحيل. وأنا لك أن تعرفي، كنت سليمة معافاة، ما الذي أصابك فجأة؟ لم يعد يجدي الكلام، أعلم أني سأفارقكم. أحضروا طبيبا أو دواء عالجوها، إنها ليست بخير. كنت أعلم منذ البارحة أنني راحلة. اسمعوا مني هذه الكلمات. لقد فطنت إلى ذلك بالأمس حينما أصررت على مغادرة دارنا والعودة إلى بيتك. لا أملك غير القليل وأهبه كله إلى حبيبي يوسف، وأسأله أن يصفح عني. أستسمحكم أنتم أيضا، لقد عمدت إلى مكيدة لأحتفظ بيوسف في بيتي، لقد قذفته بالسرقة، فليعفو الله عني. أنتم أيضا سامحوني. يوسف حبيبي ليس لصا، كنت أنا من خبأ الحزام تحت ثيابه. لطالما عرفت ذلك، فلا تلومي نفسك. هذا
كلمات بلغها عني. قل للجميع إن حبيبي يوسف لم يسرق. لا تجوري على نفسك. أود أن أكلمك على انفراد. اسمحوا لنا. يوسف آية من آيات الله، إنه رحمة ونعمة إلهية على بعض الناس، وغضب ونقمة على أناس آخرين. طلعت أمارات الحسد والحقد في بعض الوجوه. صن يوسف بأدابك، فهو بقية النبوة من بعدك. لا تدعه بمفرده، وإياك أن يغيب عن عينيك. أضجعه في فراشك ولا تعهد به إلى أحد. فائقة، فائقة، بأمان الله يا فائقة. بأمان الله يا أختي. بلغي سلامي إلى أمنا رفقة، وإلى أبينا إسحاق النبي. بلغي سلامي إلى زوجي رحيل، وإلى جدنا إبراهيم خليل الله. لا تقبلوا على غير الله، ولا تلجأوا إلى أحد سواه. اسألوه تعالى ما شئتم، فهو نعم المعطي والوهاب. ومن عداه عاجز ومغلول اليدين، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الشاهد الناظر على أعمالكم. إن كنتم تريدون عونا فهو خير معين، إن كنتم تبتغون حافظا ومجيرا فهو نعم المجير، إن كنتم تتركون إلى منعم فهو وحده المنعم، إن كنتم تلتمسون ناصحا وهاديا فهو الناصح والهادي. فلا تلتمس حوائجكم عند المخلوقين، الويل كل الويل
لمن مد يد السؤال أو طلب بغيته عند غير الله. ما أكثر الوجوه التي ستعلوها غبرة يوم القيامة متى وضع الميزان. سوف تبلى السرائر متى ما أعمل الله عدله وقسطاسه في الخلائق. ما أكثر الملوك التي ستغل بالحديد غدا حينما ينحاز الله إلى المستضعفين من خلقه. تهيأوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل وأصلح أعمالكم لذلك اليوم الموعود. تهيأوا للرحيل مثلما فائقة، فلا ريب أننا جميعا ماضون في إثرها. تعالوا لندعو جميعا من أجل أن يرحمها الله. إلهي، احشر روح فائقة مع أرواح الصالحين وأوليائك المقربين. آمين.